أعزائي المشاهدين، مشكلة في بعض أفراد الشرطة يقومون بأفعال والله العظيم تسيء للعمل الشرطي أو عمل وزارة الداخلية الجميل اللي تحافظ فيه على أمن الكويت. أحد أفراد، ويدعي أنه أحد أفراد الشرطة، مسوي شغلات والله عيب 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 عيب. إذا كان أحد أفراد الشرطة وأحد أفراد والمنتمين لوزارة الداخلية يسوي هالأفعال، شوفوا التقرير. ظاهر ما عندك إلا الداخلية، داخلية والداخلية انطرني للداخلية خلتك، والله يا فلاح لو نصيدك ما نخليك انطرني. يا ميجو تكلم على الاشغال البلديه، الكهرباء يبصمون ينامون، بس كل الداخليه 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 ما يصير يا ميجو. اسمع، ما في لا رابطة ولا شيء، يا حص أصيدك والله أصيدك أحجز عليك. شيك يا فلاح ميجو، لا أصيدك لا أصيدك، دوام يوم كامل محجوز لا أصيدك. كبير وصل يا رجال. هل هذا اللي قاعد يصور بهالطريقة يمثل أحد أفراد الشرطة الكويتية؟ هذا المفروض ما يقعد ولا يوم بوزارة الداخلية. هذه أكبر فضيحة لوزارة الداخلية إن كان ينتمي لوزارة الداخلية. هذول مو رجال الداخلية الكويتي، ما أنا على يقين إنه ما هو كويتي إنه يقوم بهذه الأفعال، ولا هواه كويتي ولا أخلاق الكويتيين. راح نفتح هذا الملف.